الإبداع والمقدم فقد أصدر رحمه الله من دواوين تأملات في شيء الركع ما بعد شيء من تقديم المستد على الجسي من بقايا الفم تمتمات النظر تغاليب مشتوشة ديوان الإيكو ديلا أويدا أو صدى الهروب كما دمج قلمه السيال مجموعة من الدراسات النقدية المتعلقة بالشعر منها الشعر الصحيح في المغرب نظرات الشعر الإسباني وتطوره السجالات النقدية إلى غير ذلك بالإضافة إلى عشرات المقالات المنشورة لا أريد أن أطيل عليكم